صباح النور، صباح الورد، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. جمعه مباركه لكم الكل. اليوم الجمعه 26 جوان 2020. اليوم باش تكون الحصه الختاميه للموسم هذا بالنسبه لبرنامجكم صباحكم تونسي. الحقيقه سعيده جدا نكون معكم، برشا فقرات، برشا استضافات، برشا ناس كانوا حاضرين معنا طوال الموسم باش يكونوا حاضرين، كذلك اجواء احتفاليه ان شاء الله باش تكونوا معنا في برنامجنا بالنسبه لليوم. نقولوا صباح الورد والياسمين المحرز الغنوشي. صباح الانوار، اهلا وسهلا، مرحبا بك منى، مرحبا بالناس اللي ترافقنا في كل صباح من خلال القناه الوطنيه الاولى، من خلال برنامج صباحكم تونسي. ان شاء الله ايامتهم كلها فرح وربي يبقي ستر على البلاد ان شاء الله يا رب. نقولوا صباح الورد والياسمين للشيف اسماء هنيت. صباح الفل وصباح الورد اللي جابوا عربي ساسي، تحيه لعربي ساسي. صباح الخير للناس الكل، صباح الخير منى، صباح الخير محرز غنوشي، وان شاء الله ربي يوفقك في كل شيء، وباش نتوحشوا طلتك وموجاتك الايجابيه اللي نتاع كل يوم ونتاع كل صباح اللي تعكس روحك الطيبه. نهاركم زين. احوال الطقس بالنسبه لليوم الجمعه، بالنسبه للويكاند كيفاش باش يكون؟ يظهر اليوم طقس سخون، لكن البحر مازلنا ما نجمش نعومه هكا ولا محرز؟ صحيح، انا ما نجمش نعكسك. لا خاطر نتابع فيك، راني في برشا قنوات اخرى. يا عايش. اذاعات على الصباح نبدا نتابع فيك محرز باش نحضر دار السيريت كيفاش. عايش. هو كما قلت انت تقريبا ابرز ملامح الطقس هو السخانه، حراره مرتفعه تقريبا اليوم في اغلب مناطق البلاد، واللي باش تتجاوز مستوى ال 40 درجه في العديد من الولايات. اليوم باش نسجلوا اعلى الارقام في الجنوب الغربي، في توزر، في قبلي قد توصل 45 في عدد من المعتمديات اللي تابعه الولايات هذه، ممكن في مدينه توزر، في مدينه قبلي 44 درجة درجة، مهبوب رياح الشيلي 42 في قفصة، 43 في مدين، 41 درجة في تطاوين، كيف كيف في القيروان، في سيدي بوزيد. وديما نأكدوا كونه هذه درجات الحرارة في الظل، راهو في الشمس المواطن باش يحس أرقام أعلى بما يقارب الخمس إلى ست درجات، ممكن باش تعبنا أكثر قيم الرطوبة العالية في الغلاف الجوي. حرارة باش توصل مستوى 39 درجة اليوم في القاسرين، في قابس، في عدد من مناطق الشمال الغربي على غرار بيجا جندوبة سليانة 37 درجة بالكاف، وأقل نسبيا في عدد من الولايات الشرقية. اليوم تونس العاصمة نتوقع تسجيل 36 درجة، 32 في بنزرت، 30 في جيت وطن القبلي، 34 في زغوان، 36 في سوسة. بالنسبة لصفاقس اليوم نتوقع تسجيل 30، 31 في المهدية، و 32 درجة في مدنين. كما قلت أنت اليوم البحر ما يعومش، البحر تقريبا مش يكون شديد الاضطراب في مختلف سواحل بلادنا باعتبار الحركية اللي تميز الغلاف الجوي. سرعة الرياح باش توصل مستوى 50 كيلومتر في الساعة، فما تنبيهات، فما تحذيرات بالنسبة للملاحة والصيد البحري، والبحر يكون شديد الاضطراب، ونشاط متوقع للخلايا الرعدية في الولايات الغربية لبلادنا. هنا من باب التأكيد نسميه الولايات المعنية بنزول بعض الأمطار الرعدية في فترة ما بعد الظهر، إمكانية تساقط محلي للبراد في الكاف، في سليانة، في القاسرين، في سيدي بوزيد، وقد تشمل أجزاء من القروان وأيضا زغوان. الخصوصيات هذه فيما يخص نشاط الخلايا الرعدية باش تبقى نسبيا متواصلة نهاية هذا الأسبوع يومي السبت وحد. أنا ما المؤشر الإيجابي هو الانخفاض النسبي المرتقب في درجات الحرارة غدوة في عدد من ولايات الشمال والوسط نتيجة لتنقل التيارات الهوائية للقطاع الشمالي. غدوة أبرد شوية من اليوم بالنسبة لمناطق الشمال وأيضا الوسط، والانخفاض هذا إن شاء الله باش يشمل ولايات الجنوب مطلع الأسبوع القادم. المؤشر الإيجابي كونه في الويكاند نجموا نمشيو نعوموا، البحر تقريبا مش يكون متموج إلى مضطرب، سباحة ممكنة مع ملازمة الحذر، ونجموا نحكيو على تقلص الفوارق الحركية بشكل كبير نهار الأحد العشية. نهار الاثنين البحر تقريبا مش يكون ملائم لمختلف أنشطة البحرية، قليل الاضطراب في كافة السواحل. ديما نأكدوا نستحضوا على بلادنا، نستحضوا على رواحنا، زادة نبعدوا على أوقات الذروة الحرارية من 11 الصباح ل 4 نتاع العشية، ما نكونوش معرضين بشكل مباشر لأشعة الشمس، نستحضر رواحنا ممكن من ضربة شمس، وربي يعطي موفور الصحة للناس تتفرج فينا كل. نحب نقول لك شكرا محرز على طلتك الباهية معنا وعلى الذبذبات الإيجابية، خاصة ياسر إيجابي معكم، الناس يشوفوك معنا يوميا، لكن عندك طاقة إيجابية كبيرة برشا تدخل لنا بالفرحة بالبسمة، حتى شوية تونسيون قبل الديريكت، أما أنت بطلتك ننساو كل شيء. محرز نقول لك شكرا، ربي يفضلك، يا ربي يخليك، ربي يفضلك ويفضل لك العائله ان شاء الله، يا ربي نلقاوك ان شاء الله كان تعاود تتكرر التجربه ان شاء الله بالطبيعه، وكذلك نلقاوك ديما موجود معنا ان شاء الله في الوطنيه من خلال النشره الجويه. هو ممكن بالمناسبه هذه زاد تحيه الجنود الخفاء في البرنامج هذا، صحيح اللي احنا نطلعوا في الشاشه باش نقدموا له مختلف المداخلات والمعلومات، انا ما تحيه زاد للناس اللي تخدم في الكوليس، مازال باش نفرح بهم، ما تخافش محرز، مازال برشا باش نفرح بهم على
خاطر بالحق تضحيات كبيره قداش من شهر واحنا تبارك الله نخدموا يوميا معناتها بث مباشر 3 ساعات ماهيش سهله خدمه كبيره برشا صحيح يصيروا دي تونسيون لكن الفايده المعلومه توصل والفايده تصير وتوصل لسدى المشاهدين. الف شكر ليك محرز ان شاء الله نهايه اسبوع موافقه ليك جمعه مباركه وان شاء الله عن قريب نشوفوك ان شاء الله. شكرا بالنسبه لي انا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شكرا ليك محرز يعطيك الله صحه. احنا توا زاده باش نستقبلوا مع بعض الحقيقه الذبذبات الايجابيه الكل ريم مقنيني بذبذباتها الايجابيه بالطاقه الحلوه اللي تقدمها لنا يوميا معنا في برنامجكم صباحكم تونسي. ريم صباح الورد منى وصباح الخير كل مشاهدين. الحقيقه تحيه كبيره برشا ليك انت لبنى بدوي للناس اللي جات وكانت حاضره معنا يوميا في برنامجنا من خلال الفقره هذه اللي كانت فقره تحفيز نفسي حكينا فيها في برشا جوانب. اليوم مسك الختام باش يكون معك انت. نحييهم برشا برشا الناس الكل ضيوفنا الكل اللي جاوا سواء معي انا مع فاطمه بالجمعه مع ايناس العمري مع زميلتي زاده ندى كنزاري كل زاده لي كوتش الاخصائيين النفسيين الاطباء كل إنسان جاء وساهم معنا في برنامجنا نقول له شكرا يعطيك ألف صحة. اليوم باش نختموا بالإيجابية ريم وما نجمش معناتها بالطبيعة ممكن نقول إلى لقاء قريب لسادة المشاهدين أما إيجابية. أنا نتمنى أنه معناتها احنا كل يوم في صباحك تونسي نعديه والفقرة متاعنا اللي هي مذبية تولي نمط حياة معناها مذبينا كل واحد كل نهار يخدم شوية على نفسه. احنا التحفيز والاستراتيجي متاع الأهداف ونضبطوا نفسنا وثقة بنفسنا هذا الكل معناها كل يوم عنا معناها فما نهارنا نحبوه نبدوه بالطريقة هذه ومش لازم تكون فما شكون معناها موجود في حياتنا باش نوليو وحدنا. هذا هو معناها الهدف من البرنامج هكا كل يوم في الصباح ناخذوا نتعودوا على الخدمه شويه على نفسنا ونتفكروا شويه نفسيتنا ونفهموا شنو هما الاشياء اللي يخليونا نقدموا. ممكن هذا شنو نقول للمشاهدين اليوم نقول ان شاء الله نعطيكم هالنمط الحياه هذه باش كل يوم تفكروا شويه في نفسكم وتفكروا شويه في الاشياء اللي تحبوا تحسنوها في حياتكم. انا اليوم نحب نحكي على شيء مهم ياسر منى اللي هو معناها الواقع نتاع الكلمه على نفسيتنا. احنا في حواراتنا نتكلموا بنفسيتنا نتكلموا بالعاطفه نتكلموا بالمخيله نتاعنا والمنظمه الفكريه نتاعنا نتكلموا شويه معناها بالاشياء اللي تحفزنا نتكلموا شويه معناها الكلام نتاعنا شويه اللي هو معناها كل شيء في نفسيتنا في افكارنا يخرج في الكلمه. الكلمه راهي نوعا ما فعل ما برشا ما يعطيوش اهميه الكلمه راهي فعل والفعل هذية بطريقة أنه اللي في داخلنا اللي في شعورنا اللي في عاطفتنا يأثر عليه والكلمة بيدها تأثر على نفسيتنا وعلى المنظومة الفكرية متاعنا. يمكن برشا إن علاش نقول الشيء هذا على خاطر يعني فما برشا في التدريب الذهني وفي الـ في الـ في التطوير النفس يتكلموا على شيء اللي اسمه الكلمه اللي هي معناها امبيكابل الكلمه اللي هي معناها نكونوا نتكلموا بكل وعينا. علاش؟ على خاطر يقول لك كل مره تتكلم حاول باش تنطق بحاجات اللي هما كونوتاسيون نتاعهم ايجابيه اشياء اللي هما معناها كونستركتيف. علاش؟ على خاطر راهو نفسيتك هي الاولى اللي باش تتطبع ومعناها الواقع نتاع الكلمه على نفسيتك وعلى افكارك. دونك انا شنو نقول؟ نقول معناها كيف نبداو نتحاوروا مع بعضنا كي نبداو نتكلموا نحاولوا كل مره نشوفوا كل الانرجي اللي تخرج منا في الكلمه والكلمه اللي استعملناها. علاش؟ خاطر كل كلمه نوعا ما راهي قاعده تدل على حاجياتنا. معناها ان نقول ساعات في معناها حوار ما بين الاولياء والاولاد نتاعهم ولا زوز معناها مع بعضهم بصفه عامه يتكلموا راهو ا مومون دوني وقت تتكلم تحس روحك انك متغشش كانك عندك الكبت كانك عندك سنتيمون دانجوستيس في الكلمه نتاعك تشعر. وهوني
تسأل نفسك معناها شنو حاجيتي، علاش تكلمت بالطريقة هذه، شنو هي الانرجي اللي خرجت لي متاع معناها نوعا ما الغضب ولا نوعا ما الكبت ولا نوعا ما الإحساس معناها بالانجستيس، معناها الكلمة متاعك تعطيك شوية يا ربي أنا شبيني تكلمت بالطريقة هذه، شنو هي هالكلمة اللي خرجت لي. أنفان تكون لازم أنا عندي حاجات اللي هما مانيش ملبيهم لنفسي، عندي حاجياتي النفسية اللي مانيش قاعد نعطي فيهم في حقهم. دونك هذا سؤال معناها مع نفسي، وهذاك علاش من بعد كي نجي باش نتحاول نقول لا أنا باش نغير الكلمة متاعي وباش نشوف أنا غيالمون في الحوار متاعي شنو اللي حاجتي، سي كوا لا دوموند، معناها فما دي بوزوان وفما اون دوموند. وهذه الكلمة متاعنا وقت نبداو نتكلموا بطريقة واعية نعرفوا شوية. دايوغ فما اون تكنيك متاع حوارات اللي اسمها معناها الحوارات اللي هي من غير عنف، بدون عنف، معناها لا كوميونيكاسيون نون فيولونت. علاش؟ على خاطر كل مرة في حوار نحسوا بتشنج ولا نحسوا بغضب راهو يخفي نوعا ما حاجيات نتاعنا، نفسيتنا اللي داخلية ماهيش ملبية، وفي عوض نرجعوا على نفسنا ونشوفوا شنو حاجتنا. معناها نشوف ساعات حتى صغيرات مع والديهم وفي الملاحظة هذه وفي الاوبسيرفاسيون، معناها الحياة شوية لابوغاتوار، لا في سي ان لابوغاتوار. نشوف ساعات الصغار كيف ما يعرفوش يعبروا، مازالوا يتعلموا معناها التعبير اكسيتيرا، يبداو متغشين، يبداو كذا. اون فان كونت لو بارون لازم يسال، الوالي لازم يسال شنو معناها، شنو اللي مقلقك، شنو اللي حاجتك. جينيرالمون معناها ديغيير معناها الكلمه اللي خارجه بالتشنج بالغضب راهو فما حاجيات. هذا شيء. وحاجه ثانيه اللي نخمم فيها ديما ونقولها، علاش احنا ما نردوش بالنا الكلمه اللي تخرج منا لغيرنا نحسوها معناها باقي بعفويه ونتكلم كما انا وانا كما انا. معناها كي نقلبوا شويه ونحط روحي في بقعه اللي مقابلني اللي انا نخرج له الدبي نتاع الكلمات نتاعي ونعس شويه على كل كلمه الواقعه نتاعها، معناها كل كلمه راهو فما فيها حاجه اللي هي ديناميكيه وتحفزك وايجابيه، والا كلمه هي توخر بيك التالي وتخليك تتشنج. وحنا نشوفوا معناها ساعات ناس نقعدوا معاهم نحسوا رواحنا معناها عندنا الهام، عندنا لوغو باش نقدموا، عندنا معناها حاجات اللي هما يخليونا في حياتنا معناها نقدموا. فما اشياء اللي هما بالعكس ناس نقعدوا معاهم، اشخاص اللي نقعدوا معاهم نحسوا روحنا في السلبيه. علاش؟ على خاطر الاشخاص هذوما في الحوار نتاعهم ما عندهمش الوعي الكافي باش يفهموا في افكارهم وفي ذهنهم شنو اللي قاعد يصير وشنو هو في التشنج نتاعهم، وما يكونوش فيك لالينيومون ويخرجوا كلمات اللي هما نوعا ما متزنة ما تجرحش، مش حتى حكيت جرح، مشحونين. الكلمة تحمل معناها نوعا ما من طاقة، الطاقة فما طاقة اللي هي محفزة، طاقة اللي هي تخلينا نقدموا، فما طاقة اللي هي تشد بينا التالي. وهذه معناها نقولها منا حاولوا الناس بكري الكلمة لازمها تخرج دوره برشا مرات في فمك قبل ما تخرجها اكسيتيرا، يقولوها نساء اللي هم سبع مرات قبل ما تتكلم دور سينك اللي برشا بون تتكلم. احنا ساعات معناها الامثال ولا الكلمات نتاع الناس الكبار يفقدوا شويه المعنى نتاعهم، لكن هذا بمعنى انك لازمك تكون عارف روحك اللي قاعد تتكلم في اي هدف، معنى الكلمه اللي قاعده تخرج منك في التواصل نتاعك شنو هو الهدف نتاعها، وفي قاعد تتكلم باش تخرج وتعبر وكهو، والتعبير حتى التعبير اللي هو سلبي معناها ماذا بينا نوزنوه، على خاطر هو باش يكون عنده وقع زاد على نفسنا على المنظومه الفكريه نتاعنا. انا كيف نقول كلمه je vais polluer معناها لو مونتال نتاعي باش نلوث الذهن نتاعي، الكلمه اللي هي معناها ماهيش في بقعتها والكلمه اللي هي ما نحبش نقول خايبه وبيه، على خاطر هوني يفهموني معناها ان شاء الله المشاهدين يفهموني، الكلمه تخرج طاقه. ذي اللي نحب نقول، الكلمه راهي تحمل طاقه. ساعات تعرف مع بيدي يقول لك انا ما قلت حتى شيء، كلمه اللي هي فيها طاقة معبرة وطاقتها اللي هي سلبية، وهذا راهو الواقع نتاعو، مش على الناس الاخرين كهو ولا نحاوروا فيها كهو ولا الاشخاص اللي دايرين بينا كهو، لكن على نفسنا زاد اللي برشا ما يعرفوهوش. معناها انا نقول لهم راهو كي تقول حاجة موجهة لغيرك اعرف اللي راك وجهت اكثر منها برشا لنفسك. وهذه معناها علاش انا نرجع لهذا، احنا داخلين على معناها على عطلة صيفية وعلى ديما الصيف احنا نتقابلوا نعيشوا
نعيشوا عيشة اجتماعية أكثر ونتقابلوا مع ناس لنا برشا مريناهمش، إن نقول نتفكروا بعضنا بالكلام اللي هو يطلع من الآخر يفالوريز. احنا تعدى علينا عام صعيب سنامونا، تعدى علينا عام صعيب وعشنا برشا ضغط وعشنا برشا ستريس. راهو كيف تقعد مع الناس وتحاول أنت تريحهم وتحاول أنت معناها تحفزهم وتحاول أنت تثمن شوية مجهوداتهم، راهو هذيك ما يرجع لك اللي كنتي بالمصلحة وبالإيجابية ويطلع ويحفزك أنت زادة. معناتها هذا اللي نقول، نقول اليوم راهو ملتقياتنا في الصيف باش نراو بعضنا باش نخرجوا باش إن شاء الله ما فما كان الخير في البلاد وباش نراو عائلاتنا وباش نمشيو للمدن نتاعنا والكل إن شاء الله. هذا اللي تحرمنا منه ثلاثة أربع أشهر، راهو اللقاءات زادة عندهم هدف، الهدف هذا اللي يكون عندنا وقع إيجابي في الحوارات نتاعنا، ونحاولوا زادة نختاروا كلماتنا ونختاروا حتى المواضيع نتاع الحوارات نتاعنا. أنا نقول معناها ساعات تقعد مع ناس يزيدوك في الـ في الـ في الـ في, الـ في القيمه، والقيمه هذه معناها بطريقه حتى مش معناها لازم يكون فما مواضيع كبرى ولا ثقافه كبيره ولا حاجه، لكن مواضيع اللي هما يزيدوك في نفسيتك بالايجابيه. انا نقول خليكم كل واحد فيكم كيف يقعد مع ناس اللي يحبهم يكون عنده اضافه ويكون معناها تزيد القيمه الايجابيه لنفسه والمحيط اللي عايش فيه. مهم برشا. هو اليوم نستنى وتعرف في امتحانات ما نجمش اليوم تكون بحذية وما نحكيوش شوية على الامتحانات وطبيعة على الناس اللي قاعدة باش تعدي، الناس اللي اليوم متخوفة تعرف ظروف استثنائية أثناء البكالوريا والامتحانات الكبرى حتى في الجامعة. يظهر لي حتى أنت زادة عايشت والشيء هذا مع أولادك، ربي إن شاء الله ينجحهم وكل. مهم برشا معناتها اليوم التحذير واليوم كذلك الإحاطة النفسية للأطفال. شوف نرجع زادة لوليداتنا، نعلموهم باش يكونوا واعين بالحوار الداخلي نتاعهم، خاطر واحد يتكلم مع غيره ولازم يتكلم مع نفسه زادة. انا نقول لوليدات اللي حضروا في الباك كي تبداو تتكلموا مع نفسكم، تكلموا اللي انتم باش تعطيو احسن ما عندكم، اللي انتم حضرتوا، اللي انتم تعبتوا، اللي انتم دو توت فاسون اللي باش يجي باش تقابلوه باحسن مجهود. هذا مهم، خاطر الحوار الداخلي كلمات زادة، فما كلمات اللي احنا نحكيوهم مع نفسنا موجهين لنفسيتنا والذهن. كيف الأولياء نختاروا الكلمات، راهو ساعات كلمة تهز وكلمة طايح، والكلمة اللي نخرجوها نخرجوهاش معناها جوست باش نقولوا معناها كلمة وكهو، نخرجوها بالإحساس ونخرجوها بالشعور الإيجابي زادة. يعني الوليدات اليوم يستنوا منا باش نحفزوهم، معناها كي تجي أم لولدها تقولها تقول له راك أنت قاعد تقرا تو ما تخافش، بكلمة حتى ما تخافش معناها كون شجاع، راك أنت باش تعطي أحسن ما عندك، أنت راك معناها عملت أحسن مجهودك، راني نرى فيك معناها اللي قاعد تقدم. معناها كل الكلمات هذوما عندهم معنى على عند الطفل والتلميذ والطالب وكيف كيف ما بين بعضهم الطلاب، خاطر هوني ما شاء الله عليهم توا وليداتنا راهو ولاو يعرفوا الثقافه هذه معناها. لكن انا نقول خليها تخرج من الاعماق، خليها تكون معناها موجهه بطريقه اللي هي صادقه وعميقه ومش معناها بالشك. ساعات نتكلم ونهزوا معنويات بعضنا، لكن من داخل فما شويه شك، فما شويه معناها خوف، فما لا، انا نحب بالشجاعه وبالايجابيه حقيقه، معناها الكلمه تخرج غيالمون صادقه، وهذا هو معناها الاساس في الحوارات نتاعنا. وعلاش انا نقول من اكبر العباد اللي حواراتهم معناها ايزامباكت عندهم وقع على الاشخاص هما الحوارات الصادقه اللي يخرجوا من ذهن اللي هو معناها سان ما فيهش تلويث ما فيهش، واللي كيف كيف ونيفو معناها من العاطفه تكون ايجابيه. هذا شكرا لي كريم الحقيقه، قد ما نقول لك شكرا شويه، شكرا على المواضيع اللي كانوا حاضرين معنا، شكرا زيدا على طولة بالك، على زيدا توفيرك للوقت باش تكون حاضره معنا مع مشاهدينا. ان شاء الله تكون الافاده وصلت، وعلى كل ان شاء الله نلقاوك قريبا على الوطنيه بالطبيعه ان شاء الله في برامج اخرى اللي مالي ان شاء الله كانت عوده التجربه. على كل كنت سعيده جدا الحقيقه، ومن ابرز ومن اعز يمكن ما خرجت به من التجربه هذه هو حضورك اليوم معنا، هو الطاقه الايجابيه الحقيقه اللي انا بدي برشا حاجات مفاتيح هكا لوجنا وبدينا وحدنا وحده كما قلت لازمنا نخدموا على رواحنا نخدموا على نفسيتنا. فالف شكر لك باسمي وباسم كامل الفريق العامل، نقول لك شكرا. وانا نشكركم الكل، انا زاد كانت تجربه بالنسبه لي، راهو وقت اللي كل يوم واحد يجيب باش يعطي راهو ياخذ زاد، هذا معناها الاساس. لو انتم زاد عطيتوني برشا ونشكر الوطنيه لهذا معناها. شكرا لي كريم، يعطيك الصحه بالتوفيق ليك. احنا بعد حين ان شاء الله باش تكون حاضره معنا الدكتوره ميرفت كمون باش نحكيوا على مرض السكري. الحقيقه المرض هذا اللي يعاني منه العديد من التوانسه، وبرشا طلبونا وبرشا يتساءلوا على مرض السكري، باش ناخذوا اكثر تفاصيل مع الدكتوره بعد لحظات.
صباح الورد والياسمين. نقول للدكتورة ميرفت كمون مختصة في الأمراض السكري والغدد، أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور، مرحبا. يعيشك. دكتورة، الحقيقة مرض السكري قد ما نحكيه عليه شوية، لأنه اليوم ألف بالناس مرضى حول العالم، باش ما نقولوش انتشار كبير اليوم عند الصغير عند الكبير عند الناس الكل، معناتها مرض نتعايشوا معاه، لكن في برشا ايجيان دو في برشا تركيز، خاصة طريقة الحياة، جودة الحياة هي اللي تخلي كل مريض كيفاش يتعايش معاه. صحيح، انت قلت كلمه باهيه، معناتها برشا خاطر تعايش مع مرض السكر هو يعني احسن كلمه اللي هي لازم واحد يشدها. نعم. على خاطر صحيح مرات يجيونا معناتها مازالوا يلقاو رواحهم سكر، تظهر لهم حاجه كاتاستروفيك سي فري، خاطر عندهم برشا معناتها في العائله ولا في اصدقائهم مرضى بالسكر وصارت لهم برشا مشاكل، دونك عندهم ديما الفكره النيجاتيف على الفكره السكر. السلبيه واللي تخوف، وزاد التخوف من الادويه، زاد ساعات يمكن يبدا بالدواء يقول لا باش نولي بالانسولين يخاف، فوالا. دونك هذايا باش ما نوصلولوش وكل يلزمنا طريقة حياة وطريقة يلزم العباد تفهم اللي راهو مرض السكر ماهيش حاجة كاتاستروفيك. على خاطر إذا كان نجمو معناتها دوب ما نلقاو مرض السكر دوب ما نفيقوا به نعرفوا كيفاش نتعايشوا معاه، راهو الشخص هذاك باش يقعد لبس عليه طول حياته، معناتها ماهيش حاجة اللي هي باش تسبب بالضرورة المشاكل والمضاعفات نتاع السكر. نعم دكتورة، السكري نعرفوا فما أسباب وراثية، فما زادة معناتها برشا أسباب الحقيقة للمرض هذا، مرض السكري اللي كما قلنا معناتها يكلف زاد الدولة زاد برشا الحقيقة، لأنه الأدوية غيره كذلك يكلف زاد المواطن التونسي اليوم من معناتها السكري نجم يكون سبب لعديد من الأمراض الأخرى. فيمكن طريقة التوقي من السكر، نبدأ بالتوقي قبل ما يمكن الأسباب ولات معروفة عند أكثرية الناس، على الأقل التوقي باش ما نوصلوش لأنه المرض السكري يكون حاضر معنا في حياتنا. هو يلزمنا نعرفوا اللي راهو فما زوز أنواع نتاع سكر مختلفة، صنف واحد صنف اثنين. بالنسبة لصنف واحد اللي يجي للصغار هذاك ما فيش حتى توقي، على خاطر حاجة وراثية، يعني مشي تولد يتولد بها الصغير وما عندنا حتى ما فيهاش لا توقي لا حتى شيء، هذيك على غير معناتها كان جا حاجة ربي لازم واحد يتبعها ويداويها وكهو. بالنسبة للصنف اثنين بالعكس، هذيك الوقاية هي الكل. علاش؟ على خاطر هو الصنف اثنين فما شوية تربة وراثية بطبيعة، يعني تلقى الأولياء ولا الأخوال ولا العمومات عندهم السكر، ولكن راهي الأهم حاجة هي النمط العيش نتاع الشخص هذاك. دونك حتى كان عنده هو وراثة نتاع مرض السكر صنف اثنين، إذا هو يعرف كيفاش ينظم حياته، يعني بصفة أنه يأكل حاجات صحية، يعمل شوية نشاط بدني، هذا الكل يوقيه من أنه دكتورة، هو بأنك حكيت على الأكل، الحقيقة هي مشكلة متاع مرضى السكري بصفة عامة، كبار صغار ديما عندهم المشكل، يقول لك طاح لي السكر نحس روحي فاشل، ياكلوا فما شكون مش منظم، فما شكون عنده زاد تولي امور نفسيه اكثر، اكل حاجه الممنوعه نقولوا له لا ما تاكلهاش، يولي يحب ياكلها وياكلها، الكميات هي اللي تخوف. صحيح، هو المشكلة الكل أنه مريض بسكر وقت يطلع له سكر ما يحسش حاجة معينة، يعني ساعات تلقاها عنده 3 غرامات ويحس روحه لباس، وبالعكس وقت يتيح له سكر وقتها ما يحسش روحه لباس، دونك يولي يخير روحه السكر طالع خير من اللي طايح. مي راهو معناتها المشكلة أنه وقت السكر يقعد طالع برشا، صحيح في وقتها ما فماش حتى إحساس معين بالنسبة للجسم، لكن التراكم نتاع السكر الزايد على طول الوقت هو اللي باش يتراكم في الجسم ويسبب يعني المضاعفات نتاع مرض السكر. دونك من بينهم مثلا نجم يكونوا عنذر على الكلى، على هو ان فات يمس العروق نتاع البدن الكل. دونك عروق العينين، عروق الكلاوي، عروق القلب، عروق الساقين، هذا الكل، ويولي هو الاشكال بالنسبه للمريض بالسكر اللي هو قعد مده طويله سكره طالع مش معد. باش تنصح مرضى السكر دكتوره، مرضى السكري خاصه بالنسبه للمراقبه
الطبيه ومعايده الطبيب، شنو ابرز النصائح اللي نجم تقدمها لهم؟ دونك جوستومون معناتها مادام السكر ما تحسش بيه لازم ديما سيستماتيكمون واحد يحلل السكر، ما يقعدش معمل على انا حسيت ولا انا ما حسيتش، عندي وجاعه ما عنديش وجاعه، راهو ما يوجعش، ما يخلط يوجع على سيد ديجا فات الفوت. دونك ولهذا ننصحوا ديما مرضى السكر انهم يقيسوا ديما السكر نتاعهم باستمرار، ما يقعدوش معاملين على روايهم. ووقتاش يقيسوا السكر؟ فما اللي يقيس السكر صباح على الخواء، اما راهو السكر على الخواء ماهوش معناتها ماهوش حاجه نطمنوا بها على الاخر، يلزم على الخواء ويلزم زاده بعد ساعتين من الماكله من الوجبات الثلاثه اللي هما بعد فطور صباح بعد فطور قايله بعد العشاء. مريض سكر معناتها كي نقولوا راه مريض السكر هذايا سافا مريقل بالنسبه للسكر نتاعو، الصباح على الخوايا عاده ما نحبوهش يطلع اكثر من جرام و50، وبعد ساعتين من كل وجبه ما نحبوهش يطلع اكثر من 2 جرامات. ساعات بيان سور كي يبدا الشخص اصغر في العمر نوليو نقص في لي ليميت هذوما خاطر نحبوه اكثر معدل، مي اغلبيه الاحيان سي لي فالور هذوما جرام و50 على الخوايا 2 جرامات بعد الماكله. كان نخلطوا كل معناتها كل يوم يبدا مريقل هكاك وقتها نطمنوا على الشخص هذاك ونطمنوا عليه. دونك كي يلقى روحه هو فاتك الكميه هذيك مش باش نفجعوه، انا احنا معناتها التحليل مش مجعول باش يفجعوا، بالعكس التحليل مجعول باش يفيقوا اللي هو سكره مش مريقل. ودونك وقتها يا هو يعرف شنو يلزمو يعمل، والا كان ما يعرفش بالطبيعه باش يتصل بالطبيب نتاعو المباشر باش يقول له راهو سكري طالع شنو نعمل. دونك وقتها الطبيب يا يشوف علاش طلعك السكر هذاك يا اما من الماكله وقتها يولي ينظم له اكثر ماكلته، ولا ساعات زاد الدواء ولا ما عادش نافع ولا يلزمو يتبدل ولا يلزمو يتقوى وقتها كيف كيف. هذاك الكل نسلك على الادويه دكتور، في الحقيقه في الفتره الاخيره شفنا فما تغييرات في بعض الادويه كانت معناتها بتاع السكري، فما شكون بعث لنا خاطر كان عنده دواء معين قالوا له لا هذا في بلاصته ومش شاف الطبيب نتاعو، هل ينجم ياثر عليه هذا؟ مرات يعني اذا كان التبديل صار هو بنفسه خاطر هما ساعات قالوا نفس ساعات ما تلقاه نفس التركيبه نفس ولكن التركيبة مش نفس الاسم خاطر المخابر تختلف، هذيك عاده ما عندناش مشكله معناتها تنجم تبدل. المهم ديما الرقم معناتها القوه نتاع الحرب هو بيدو امل تقعد هي نفسها. هذا التساؤل الحقيقه جينا علاش خاطر اليوم على حيت انه تكون حاضره معنا الدكتوره يعطيك صحه عطيتنا من وقتك على خاطر بالحق من المواضيع المهمه برشا والامراض اللي برشا يسالوا عليها ويحبوا يقول لك جيب لنا امان وزيد فسر لنا نحبوا نزيدوا نفهموا. احنا حتى في فقره التغذيه عندنا فقره يوميه ديما نحكيوا من بين الحاجات نحكيوا حتى في التغذيه سليمه على مرضى السكري، زاد بحذانا الشيف زاد كل مره تحاول تعمل لهم حاجات هيلثي حاجات نبعدوا على السكر نبعدوا على الحاجات اللي فيها الحاجات القويه لاجل سلامه مرضى السكري، على خاطر لا يقدر ربي كان تتطور بهم الحالات تولي فما حاجات قصوى اللي للاسف نجموا نوصلوا لها. بالضبط. دونك بالنسبه للادويه هو نورمالمون الصيدلي وقت ما يلقاش النوعيه بالضبط معناتها كيما حطها الطبيب يلزمو يتصل بالطبيب المباشر ويكلمه يقول له راه ما عنديش النوع هذا نجمش نبدله بالنوع هذا. نعم. اما بصفه عامه كما قلت معناتها اذا كان نفس الاسم نتاع نوعيه العلاج نفس الدواء تبدل ونفس القوه نتاعو نفس القوه نورمالمون معناتها كي تبدل من واحد لواحد ما فماش مشكله. دونك ما نوحلوش يعني خاطر فما برشا مرضى يوحلوا يقول لك لا ما ناخوش الدواء، لا وقتها مش باهي يعني تاخذ دواء ما يسالش وبعد كان تحب حتى تتصل بالطبيب نتاعك باش تزيد تبدل معاه. باش تنصح مريض السكري المعايده الطبيب كل قداش؟ احنا بالنسبه لمرض السكر هو مرض مزمن بالطبيعه ولازم كل 3 اشهر واحد يمشي يعمل تحليل، ما نقولوش يمشي للطبيب يمشي يعمل تحليل فما ياخذ الدواء ويهرب دكتوره هذا هو اللي ما نحبوهش على خاطر تولي انت معناتها تاخذ في حاجه وما تعرفش على روحك وين ماشي، فانا ثنيه ماشيه ثنيه صحيحه قاعد شادد فيها والا لا. دونك وقت تعمل تحليل باستمرار وفما تحليل نعملوه اسمه تراكم السكر اللي هو باش يعطينا معدل نتاع 3 اشهر نتاع السكر. المعدل هذاك مهم برشا يلزمو نورمال اقل من 7%. دونك اذا المعدل باهي معناتها باش يقول لك سافا انت
الطريقه اللي انت ماشي فيه كمل فيه راهو بالقد. مش معناها تبطل عدد الدواء. اي لا لا تواصل تواصل صحيح. فما برشا يقول لك سكري هاو صفات او تريقل هاي خلينا نحي الدواء. لا لا بالعكس تريقل على خاطرك تاخذ في نظام تاع ماكله وتاخذ في الدواء نتاعك منظم. دونك تواصل هكاك. اذا باغ كونتخ طالع برشا وقتها يلزم فما تغيير في الدواء والا في طريقه العيش. دكتوره شنو ابرز نصيحه تنجم تقدمها لمرضى السكري؟ الناس اللي قاعده تتابع فينا بتبيع عندها برشا تساؤلات، يعايدوكم يوميا بتبيع العشرات من المرضى، ممكن حتى بوصف معناتها كل يوم المخلطه نتاعك يوميا معاهم تشوف فيهم يوميا، شنو هي ابرز نصيحه تنجم تقدمها لهم؟ احنا ماذا بينا تشخيص السكر، مرضى السكر ماذا بينا يصير من اول ما يبدا. معناتها اي كان شخص عنده اقل علامات نتاع السكر اللي هما شيوحة الفم، برشا تبول مثلا، واحد يحس روحه فاشل قاعد يضعف، ما مش طبيعي، ما ضعف مش طبيعي مش فاهم علاش، ولا حتى ما عنده حتى سمبتوم اما كمان عنده وراثه نتاع السكر ابارتيغ من 40 سنه، ماذا بينا يمشي يحلل ريغولييرمون مره في العام يمشي يعمل تحليل السكر على الخوي. كان يلقى سكر اكثر من جرام و26 مرتين راهو عنده السكر يزمو يمشي داوي. ما بين جرام وجرام 26 معناتها راهو في الزون هذيك ليميت، دونك وقت زاده يلزم ينظم روحه، يلزم كمان يمشي للطبيب باش يقول له شنو لازم يعمل باش يتفادى مرض السكر. دونك اذا كان نخلطوا احنا العباد الكل معناتها يفيقوا برواحهم على اول ما حتى قبل ما يبدا السكر راهو نجموا نتفاداو برشا امراض نتاع السكر. نعم. وان فوا هو مريض بالسكر الحاجه المهمه برشا اللي نقولها للعباد ما تتجاهلوهش، فهم برشا يتجاهلوه ومن بعد يندموا بعد سنين يندموا. دونك ما يلزمش واحد يتجاهل المرض، يلزم المرض موجود يلزمنا نعالجوه. دكتوره مثال طبي عجاله، نعرف برشا امراض هي مرتبطه بالسكري، شنو ابرز الامراض حتى احنا مش نخوفوا من ذاك؟ هو الحقيقه يلزم هذايا مواجهه الحقيقه، كما قلنا التعايش هو طريقه التعايش اللي تخليك تعيش لاباس، معناتها طريقه جوده الحياه نتاعك كيفاش تاكل كيفاش تتصرف هذايا المهم. احنا ماذا بينا ملي احنا صغار نسنسوا صغارنا ما ياكلوش برشا سكر. دونك كل الحلويات والمشروبات الغازيه والعصاير وهذوكم الكل مره في الفيل، معناتها بالنسبه للصغير كي نسنسوه احنا ملي هو صغير هكاك بقد ربي لاباس، معناتها خاطر هما راهو سي تان كومول معناتها واحد نتاع سنوات نتاع سنوات اللي هو يخلي العيش. وثاني حاجه بطبيعه النشاط البدني، مش نورمال تقول لك انا عندي سنين ما عملت حتى نشاط بدني، نهار الكل وانا بالكهرباء مشي اجا يلزم على الاقل المشي شويه، فما دي باركور ما عنديش وقت، هذا اللي ديما يقولوا هنا ما عنديش وقت، يلزم نلقاو وقت لرواحنا خاصه، يلزم نخصصوا الوقت خاطر راهو من بعد نندموا عليه الوقت اللي ما خصصناهش لرواحنا نندموا عليه برشا. شكرا لك دكتوره ميرفت كمون، يعطيك ألف صحة على حضورك معنا، على المعلومات القيمة اللي قدمتها لنا اليوم. شكرا ليك، يعطيك الصحة. احنا تو باش نمشي ولنغم بصوت القيصر كاظم الساهر، وبعدها باش تكونوا حاضرة معنا شيف أسمى باش تحضر لنا شنو هو يضر دبارة جميلة برشا اليوم. تابعونا بعد حين مع شيف أسمى.